وجدوا جثته بالصدفة، ونهاية مش هتصدقها، مأساويات في حياة فقير السينما شرف انتحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن فنان كبير، وفي كتير قوي من الشباب بتوع دلوقتي الموجودين ما يعرفوش، يعني ما يعرفوش حاجة عنه. من نجوم الزمن الجميل، نهايات مأساوية مؤثرة قد لا يعرفها الكثيرين، والتي تدهشنا رغم كوميديا هؤلاء الأشخاص اللي حرصوا على عدم إبراز حزنهم ومأساويتهم. يحل اليوم الأحد ذكرى وفاة واحد من نجوم الزمن الجميل، وهو الفنان محمد كمال المصري الشهير بشخصية شرف انتحر، والذي قدم مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية التي تركت علامة بارزة في تاريخ السينما. يذكر أن شرف انتح ولد عام 1886 في حارة ألماظ، وهي متفرعة من شارع محمد علي، وينتمي لعائلة بعيدة عن الفن، حيث أن والده يشغل المنصب في الأزهر الذي كان يرغب في أن يصبح ابنه طبيب، وبالتالي اهتم بتعليمه حتى ألحقه بمدرسة الحلمية وشارك في فريق التمثيل بالمدرسة. وجسد محمد كمال في المدرسة دور ماسح الأحذية، وكانت موهبته التمثيل ظهرت منذ الطفولة، حتى انضم إلى فرقة سلامة حجازي، ومنها إلى فرقة سيد درويش ومع نجيب الريحاني، وكان يمتاز بالصوت المميز الذي يتسمى بالخبث والمكر والدهاء، وصاحب الجسد النحيل والمشية المختلفة، مما أفاده في الكوميديا التي قدمها خلال مشواره. وبعد شهرته في أكثر من عمل، أصيب عام 1955 بمرض الربو الذي أثر على أدائه ووقوفه أمام الكاميرا، مما جعل الأطباء ينصحونه بعدم العمل، وبالتالي اعتزل شرف انتح الفن وأنفق كل ما يملك للعلاج. وبدأ الفنان الراحل يعيش على صداقات الجيران، حتى خصصت نقابة الممثلين معاش له قدره 10 جنيه. وبعد ذلك حصرته الأزمات ليقيم في حجرة مظلمة في إحدى حواري باب الخلف، لتتحول حياته بشكل مأساوي عقب تركه الفن. وفي مثل هذا اليوم من عام 1966 رحل شرف انتح عن عالمنا، وخسرنا واحد من علامات الفن ومبدع السينما المصرية، ولم يعلم بموته أحد إلا بعد أيام من رحيله، وذلك عندما جاء مندوب النقابة ليعطيه المعاش، فقال له الجيران البقية في حياتك عم شرف انتح مات. وكانت وفاة شرف انتح حادث مأساوي، حيث توفى ولم يعرف الناس حتى ان اكتشف الجيران موته عندما انبعثت رائحة جثته من سكنه، ليحزن عليه كتير رغم اختفائه قبل وفاته من الفن. وقدم الكثير من المسرحيات المميزة مثل مملكة الحب، المحظوظ علشان بوسة من النسوان، ياسمينة، ونجمة الصباح، بالإضافة إلى عدد من الأفلام اللي حققت نجاح كبير، ومنها فاطمة، أبو حلموس، صاحب السعادة، كشكش بيه، صاحب السعادة كشكش بيه، وعفريتة إسماعيل ياسين الله يرحمه الفنان شرف انتح، وكل اللي كان الفنان ده ضحكه وأسعدنا كتير بأدواره، يا ريت تترحموا عليه، الله يرحمه ويحسن إليه. لو عجبكم الفيديو أتمنى لايك ومشاركة الفيديو، واللي شاف قناتي أول مرة أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.